السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو إن شاء الله هنتكلم على القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، لكن قبل ما نبدأ ندخل في التفاصيل يا ريت لو أنت مش مشترك في القناة تشترك عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة وتعمل إعجاب لو الفيديو عجبك. في البداية خلينا أقول لكم إن المباراة هتكون منقولة على قنوات بي إن سبورت المشفرة الرياضية، وده أمر طبيعي جدا، لكن مش هو ده الجديد. الجديد إن كل المباريات هتكون منقولة على القنوات الأرضية في الدول العربية. يعني على سبيل المثال هتكون في مصر منقول المباراة على اون تايم سبورتس الارضية، واعتقد ده هيكون افضل بكتير جدا من انك تشاهدها على قنوات بين سبورتس المشفرة، لان الموضوع هيبقى صعب جدا، واعتقد كل القهاوي او المقاهي هتكون ممتلئة عن اخرها في البطولة. لذلك اعتقد يعني النهاردة بين سبورت لما اعلنت الخبر ده اعتقد خبر سعيد جدا لكل الناس في شمال افريقيا. في تونس هتكون منقولة ايضا على قنوات الوطنية الارضية، ونفس الكلام في الجزائر هتكون على التلفزيون الجزائري في القنوات الأرضية، ونفس الكلام في المغرب هتكون منقولة على القناة الرياضية المغربية الأرضية. إن شاء الله نتمنى بطولة جيدة ونتمنى بطولة ممتعة زي بطولة كأس العرب وأفضل كمان إن شاء الله، وإن شاء الله بالتوفيق لكل المنتخبات العربية. وفي نهاية الفيديو أنا بشكركم والسلام عليكم.